مشاهدينا ومتابعينا الكرام سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة المنتخب العراقي ضد المنتخب الفيتنام من الجولة الثالثة من كأس آسيا لكن قبل مشاهدة المباراة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم ملعب المصطفى للمباراة ملعب جاسين بن حماد ستاديوم بالدوحة في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت العراق والساعة الثانية والنصف بتوقيت قطر والسعودية والإمارات والساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب وسوف تدعي المباراة عبر قناة بي ان سبورت ايزيان كاب وان الناقل الحصري للمباراة المباراة تجدون البث في صندوق الوصف نتمنى لكم فرجة ممتعة لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناة وتفعيل خاصية ترزق على الكل لكي توصل دائما بوعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة ونضرب لكم موعد في موعد قادم